أسألك بصراحة وتجاوبني، يعني قدرت أفتهم من خلال حديثك يبدو لي أنك هذه المرة قد عدت صدريا وبقوة، فهمتها صحاني لو كبران؟ إيه؟ يعني شوف خليني أقول لك، إيه؟ إذا كان المقصود من الصدري هو الشخص العراقي المصلح الوطني اللي يحب بلده المضحي، فأنا أعتقد ما في يوم ما كنا الصدري، يعني دائما أنا صدري. بس إذا كان المقصود بها الانتظام بإطار محدد، فأنا يعني شخص يعني موجود بالفضاء الوطني، يعني رجل عراقي عندي آرائي عندي اجتهاداتي الشخصية، أحتفظ بمسافة تخصني وتمثلني. بس أنا أعتقد وكنت وما زلت مهما أختلف مع التيار الصدري وخصوصا السيد الصدر في أمور، لكن ما أعتقد أنه في يوم أنا شككت بوطنيته، يعني عراقيته ما شككت بيها. هذا الجانب هو اللي يميز التيار الصدري. السيد الصدر رجل عراقي وشجاع بعراقيته، والتيار الصدري تيار شجاع بعراقيته، وقدم تضحيات كثيرة من 2003 لهسه. أنا أعتقد أن التيار الصدري عنده فرصة وفرصة كبيرة أن يراجع نفسه، وهو عمليا يقوم بهذا المهمة، لأن تدري الاقتراب من الحكم والسلطة يضر، ما يعني يضر هواية خصوصا الجهات اللي عندها هيك اتساع جماهيري. نعم. فأنا مو قصة صدري أو غير صدري، بس هي القصة أكو أشياء ثابتة وواضحة أستاذ نجم. نعم. لما الواحد يطلع من الحكم ومغرياته وهو فايز بالكتلة الأكبر ويقعد يراقب، فتعرف أنه هذا قوي لدرجة أنه يقدر يتخذ هيك قرار. هذا قرار مو سهل، أبدا مو سهل.